فلقد كنتم ترجحون عدم جواز المسح على الخمار، والآن قلتم يجوز. نعم، قلت بالتسهيل على النساء يجوز، لأن الخمار أشد تضييقا من العمامة، فيجوز المرأة أن تمسح على خمارها إن كانت في الخارج. صاحب الهاتف لحظة بس، تفضل. ماشي. إذا يجوز للمرأة أن تمسح على الخمار، وهذا قال به ابن تيمية، وأيضا ورد عن أم سلمة بذلك، وهي الأصل لنا في هذا الباب، جاء مرفوع موقوفا، مرفوع طبعا أصلا ليس بصحيح، موقوف عليها، فالصحيح أن المسح أرجع إليه وأقول بالجواز أولى من المنع، وهذا على تخريج قول الحنابلة.